أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. مباراة النصر وشباب الأهلي في أبطال آسيا. النصر يسجل الهدف الأول، هدف رائع من ضربة ركنية رأسية ذهبية لولبية من الهداف الرائع تلاسيكا. تلاسيكا يسددها بمنتهى البراعة على يمين الحارس، لا تصد ولا ترد. يا ولد يا لعيب يا تلاسيكا، حارس المرمى وقف في محله لا يستطيع أن يفعل أي شيء في هذا الهدف الجميل. الهدف الأول للعالميين. نتمنى التوفيق للنصر العالمي، ونتمنى للدن يعملها النهاردة ويحرز هدف زي ما هو دايما معودنا.